عزه صلاح الدين، رئيس قسم الشؤون الاقتصاديه والتنسيق العامل في مقاطعه بنمسيك. كيف لاحظتوا وكيف تبعتوا معنا على اساس انه كان واحد الاجتماع تنسيقي اليوم، وهو ضمن مجموعه من الاجتماعات التنسيقيه اللي كيتراسها السيد العامل خاصه بحمايه المستهلك، يعني كتندرج في الامن الغذائي، حكم ان كاينه واحد المجموعه من 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 الارتفاع ديال الاسعار، والتتبع ديالها كيكون بشكل يومي عبر واحد اللجنه اقليميه ديال المراقبه اللي تواضع لها واحد البرنامج كيكون شهري على طيله الشهر وعلى طيله السنه. هذا البرنامج هذا كنتناولوا فيه مسالك التوزيع ديال المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، ثم كنتناولوا فيه الاسعار ديال المواد المقننه، اما الاسعار اللي هي محرره فكان اكزيجيو على اساس ان التاجر يدير لها الاشهار ديالها، وبهكا كيكون المستهلك عنده حريه الاختيار اقتناء البضاعه من اي محل اللي كيناسبوا السعر ديالها. كاينه المخالفات، كاينه مخالفات في اشهار الاثمان، كاينه مخالفات في عدم الادلاء بالفواتير، كاينه مخالفات في الامتناع عن البيع، يعني واحد المجموعه من كاينه مخالفات حول حيازه اكياس بلاستيكيه الممنوعه، كاينه مجموعه ديال المخالفات اللي كتسجل في كل سورسي. العقوبات هو اننا حنا كنسجلوا المخالفه كنديروا المحضر ومباشره كنصيفطوا السيد وكيل الملك لكي يحدد الغرامه اللي غيأدي المخالف. حنا دابا كنديروا رقم ديال العماله كننشروه في الجرائد خاص بالساكنه ديال بنمسيك، وهو 38 38 38، وكيطلبوا فيها القسم الاقتصادي اللي كتكون فيه واحد لا بيرمانونس اللي متواجده في القسم الاقتصادي، فيها شخص اللي كيكون كينسق ما بين القسم وما بين الدوريه اللي هي خارجه، ولا هذيك الدوريه اللي كتضم واحد المجموعه من المصالح اللي فيها بالاضافه للقسم الاقتصادي كاين المصالح الامنيه، كاين مصالح السلطه، كاين المكتب الوطني للسلامه الغذائيه، كاين التجاره والصناعه، كاين الناس ديال المجازر البلديه. لا صعيد بنمسيك، هذا بنمسيك 38 38 38، هذا ستوندار كيدوز كيطلب القسم الاقتصادي وكيدوز له المكالمه للسيد اللي كاين في لابيرمانونت. كاين المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه، كاين التجاره والصناعه، كاين ليجيان ديال المقاطعات، وكاين ليجيان يعني خليه مكاتب خليه تنسيق مكاتب حفظ الصحه اللي كاينه بالعماله، زائد القسم الاقتصادي، زائد العناصر الامنيه اللي كتآزر اللجنه في التدخلات الدوليه.